اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.